يقول السائل: ما صحة هذا القول إن الله مستوي على عرشه بدون مماسة؟ يا إخوان اتركوا عنا المسائل التي لا داعي إلى بحثها، نحن نثبت الاستواء لله عز وجل على عرشه كما جاء في القرآن: الرحمن على العرش استوى. وأما المماسة أو عدم المماسة هذه ما جاء بها دليل في القرآن ولا في السنة، فنسكت عنها. ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نسكت عنه ولا نبحث فيه. فما سبب تكرار هذا السؤال في كل جلسة؟ اتركوا عنا هذه المسائل، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة ولا يزاد على ذلك. ما جاء في القرآن ولا في السنة الاستواء بمماسة أو غير مماسة، نترك هذا.